بقولي ايه الجديد؟ بشتغل على ايه؟ الجديد دلوقتي اخر حاجه نازله لي ان شاء الله فيلم اسمه مسلسل على شاهد اسمه نمره 2. ده 8 حلقات منفصلين، كل حلقه مخرج مختلف. انا الحلقه بتاعتي مع استاذ هاني خليفه، بتشاركني في البطوله اروى بوده وسنتيا خليفه، وعجباني تجربه جدا لان الحلقات كلها ملهاش علاقه ببعض بس بتحمل نفس التيمه، هي نمره 2 في العلاقات وفي يعني You're active على الاونلاين بلاتفورمز، يعني هو من يعني الفنانين الحقيقه اللي واخدين فعلا خطوات. دلوقتي افتكرت لك المسلسل مع منى شلبي برضو في كل اسبوع جمعه، كان اول سنه برضو، كان اول عمل اوريجينال يتعمل لشاهد بالزبط. او اصلي، واشتغل كويس قوي برضو. انا سعيد جدا بالحقيقه بالكل، انا بالنسبه لي كفنان عايز واشبع رغبتي في الفن، فاكيد لما كل ما تفتح في بلاتفورم في تلفزيون في سينما في مسرح، انا بالنسبه لي هبقى مبسوط ومرضي شغفي. انا بشكرك ان انت كنت معانا. ميرسي يا حبيبي.